للحوى الجوية منتظرة للأيام المقبلة إن شاء الله. نرتقب هناك سلسلة من الاضطرابات الجوية تخص المناطق الشمالية ابتداء من غد إن شاء الله، تبدأ من المناطق الغربية إلى المناطق الوسطى أثناء الصباح، ثم تنتقل إلى المناطق الشرقية أثناء الظهيرة، وتكون هذه الأمطار معتبرة خاصة على المناطق الساحلية. أما بالنسبة للوضعية الجوية اليوم الأحد اليوم السبت إن شاء الله، تبقى بعض السحب على المناطق الوسطى أثناء النهار تعطينا بقليل من الأمطار، ثم يتحسن الطقس تدريجيا في أواخر النهار. أما بالنسبة للمناطق الغربية الطقس هناك سحب سفلى أثناء الصباح، ثم الحال يصبح صافيا أثناء الظهيرة. أما بالنسبة للمناطق الشرقية الطقس يبقى غير مستقر وأمطار أثناء النهار الأحد، نلاحظ أن الطقس يكون صافيا عن المناطق الغربية، أما عن المناطق الوسطى هناك سحب عابرة أثناء الصباح ثم تتلاشى تدريجيا أثناء الظهيرة. أما المناطق الشرقية تبقى الأجواء غير مستقرة والأمطار حتى أواخر النهار، هناك تحسن أثناء الليل في المناطق الشرقية. درجة الحرارة قد تتراوح ما بين على المناطق الساحلية ما بين 12 إلى 16 درجة، أما على المناطق الداخلية تتراوح ما بين 6 إلى 12 درجة، وهذه درجة الحرارة ترتفع ابتداء من يوم ترتفع قليلا ابتداء من يوم السبت والأحد. بالنسبة للأحوال الجوية منتظرة للأيام المقبلة ابتداء من يوم الغد إن شاء الله واليوم الجمعة، نرتقب هناك سلسلة من الاضطرابات الجوية تخص المناطق الشمالية ابتداء من غد إن شاء الله، تبدأ من المناطق الغربية إلى المناطق الوسطى أثناء الصباح، ثم تنتقل إلى المناطق الشرقية أثناء الظهيرة، وتكون هذه الأمطار معتبرة خاصة على المناطق الساحلية. أما بالنسبة للوضعية الجوية اليوم الأحد اليوم السبت إن شاء الله، تبقى بعض السحب على المناطق الوسطى أثناء النهار تعطينا بقليل من الأمطار، ثم يتحسن الطقس تدريجيا في أواخر النهار. أما بالنسبة للمناطق الغربية الطقس هناك سحب سفلى أثناء الصباح، ثم الحال يصبح صافيا أثناء الظهيرة. أما بالنسبة للمناطق الشرقية الطقس يبقى غير مستقر وأمطار أثناء النهار الأحد، نلاحظ أن الطقس يكون صافيا عن المناطق الغربية، أما عن المناطق الوسطى هناك سحب عابرة أثناء الصباح ثم تتلاشى تدريجيا أثناء الظهيرة. أما المناطق الشرقية تبقى الأجواء غير مستقرة والأمطار حتى أواخر النهار، هناك تحسن أثناء الليل في المناطق الشرقية. درجة الحرارة قد تتراوح ما بين على المناطق الساحلية ما بين 12 إلى 16 درجة، أما على المناطق الداخلية تتراوح ما بين 6 إلى 12 درجة، وهذه درجة الحرارة ترتفع ابتداء من يوم السبت والأحد.